كويس بس جدا. دكتور، اللي شفناه بالتقرير وبنعرفه على العشوائيات انه ابسط امور هي من حق المواطن المصري غير متوفره، ماي، كهرباء، تفاصيل صغيره يعني، ما هي غير متوفره، لكن ممكن لو في جهود حقيقيه. اللي بيحصل ان اللي كان بيبص للحاجات دي بيبص من فوق. طيب من هم سكان العشوائيات؟ ايوه، بيبص عليهم مش نتيجه انه ينزل الميدان ويشوف بعينيه الاحوال ايه، ده هو بياخدهم كده من فوق. انا يعني سوري ان انا اسميها نظره متعاليه وليست نظره تخطيطيه. نعم، يعني مش بنخطط للواقع، احنا بنخطط كده. طيب من خلينا نشوف مع احمد واشرف ناخذ فكره اكثر عن العشوائيات. واشرف خليني ابلش معك، يعني انت الحاله اذا بدك اللي استغربتها شوي، انت اتيحت لك الفرصه انك تسكن خارج العشوائيات، اخذت سكن خارج العشوائيات، تركته وعدت للعشوائيات. اتفضل. وهذا شيء كثير غريب، ليش؟ لا ما معهوش فلوس للحاجات اللي اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا عايش في الدويقه دي بقالي 35 سنه. عشت فيها في المنطقه اللي انا فيها دي، الوحايد هي جزء من الدويقه. نعم. بنيت كنيسه، بنيت جامعين في الشارع بتاعي، بنيت اغلبيه المنطقه، انا مقاول مباني في المنطقه كلها. نعم. والمنطقه كلها عرفتني. طيب انا راجل صنايعي او بشتغل في حرفه او مهنه وعشت وتعودت ان انا اعيش وسط الناس. تديني هؤلاء الناس. وسط الناس. دي كلها بقالي 10 و20 و30 سنه وسطيهم. تديني شقه وتبعدني عنها. طيب اروح فين؟ طب انتوا كيف عايشين؟ كيف عايشين سكان العشوائيات؟ عايشين من يعني اغلبيه العشوائيات كلها شغالين حرفيين او صنايعيه في مصانع او في ورش. اللي بينزل يشتغل في العتبة، في الموسكي، أو في ورش في العرب جنبينا. يعني 90%. أحمد شو بتشتغل؟ أنا؟ مبيض محارة. ودي صار لك بالعشوائية؟ دي صار لك ساكن؟ أنت ربيت هونيك بالعشوائية؟ جيت خلصت التعليم بتاعي وجيت على المكان ده. طب ليه؟ شو اللي أخذك على المكان؟ ما كانش فيه فلوس وما كانش فيه حاجة على القد. ما في فلوس؟ ما فيش فلوس. معايا والدي، معاه سبعه كلنا تعليم، وهو الراجل ما يعرفش لا يقرا ولا يكتب. كتر خيره. علمنا علمنا كلنا. من محافظات الصعيد، يعني انت خدي من محافظات الصعيد ده 80% من العشوائيات. نعم. عندك الوجه البحري ده، هو مش محتاج، لان نسبه التعليم حلوه. ثقافة عالية، أغلبيتهم شغالين. أنتوا تعودتوا على هالفكرة، تعودتوا أنه نقصكم كتير من الموارد الأساسية اللي هي من حق المواطن، صارت عادة لكم؟ يعني زي إيه؟ يعني مي ما في، سمعنا بالتقرير الناموس أكل الناس وعم تعمل أمراض لألون. مزبوط. ما في كهرباء بالشكل الصحي والسليم. مزبوط. يعني هيدا من أبسط حقوق المواطن. مزبوط. مش متوفره لكم، انتوا تعودتوا على هذا النمط. تعودنا على كده. تعودنا على كده. ليه تعودتوا؟ اغلبيه الناس اللي عايشه هناك شغلها، ما انا مش معقول هكون ساكن في النهضه واجي وسط البلد هنا عشان اشتغل ب 50 60 جنيه، اروح اقعد في اكتوبر هنا. هو في حاجه، ما في مساكن عشوائيه مبنيه للدويقه هنا في اكتوبر. في حاجه حضرتك أجي اشتغل ايه؟ في حاجه حضرتك احب اضيفها، ان ما فيش اهتمام سوري باهل الريف وإعلاء شأنهم فهم بيجوا على المدينة. نعم. وإحنا قاعدين بس نركز على القاهرة العاصمة. العاصمة من دون ما ننظر لهالناس ولهالنوعية الحياة اللي يعني عاصمة. العاصمة الثانية بتاعتنا اسكندرية، عاصمة عاصمة الدولة الثانية. ما تلاقيش واحد فيها في القاهرة، تلاقيش واحد عندنا في أسيوط في الصعيد ولا هناك في مصانع ولا من النجيسة في مصانع هناك في اقتصاد كتير. طب احنا صعيد نازح. طب بصراحة ليش الناس بتخاف من العشوائيات؟ ليه دايما بيربطوها بإرهاب ببعض الأحيان، بالجرائم، بالأوكار المشبوهة؟ عم أقول لك الناس، الناس عندها هذه الفكرة. ادي الطفل اللي مولود ده هو إمكانياته ويطلع 10 على 10 زيه وأحسن من ابن اللي ساكن في مصر الجديده وساكن في الزمالك وساكن يعني. انا ابني في ثانيه جامعه حلوان، كليه اداب جامعه حلوان. لا وكمان ربما لانه الانسان دكتور عدو ما يجهل. اديني امكانيات.